الوغ كيف ما قلت للاخوان، اولا معجب في الواقع بالحضور الصحفي المكتف اللي كان في هذه الندوه الصحفيه، وهذا مؤشر على الحمد لله الاهتمام ديال الجسم الصحفي بالمساله التربويه والمساله التعليميه، وكذلك تنحس باللي الاخوان هزين الهم ديال المواطن وديال الاسر وحاولوا يطرحوها ويتناقشوا فيها مع المسؤولين لتبسيط وجهه نظرهم. صحيح ان الدخول المدرسي لهذه السنه كيجي في ظروف صعبه شي شويه من حيث تفشي الوضعيه الوبائيه وارتفاع الارقام يومي، مما استدعى من الوزاره اتخاذ قرار ديال التعليم عن بعد كاساس، لكن اعطيت الصلاحيه للاسر لاختيار النمط الحضوري ان رغبت في ذلك، شريطة التعبئه ديال الاستماره اللي متعرف عليها واللي هي مذكوره ما بين خلال الفتره الممتده من 1 إلى 3 شو تنبير، وانا ذاك سوف ننتقل على ضوء النتائج التي سوف تتجمع لدى رؤساء المؤسسات، سيختاروا النمط المناسب اما عن بعد اما تناوبي. وفي هذه الحاله هذه اذا كان الاسر عبرت على النمط الحضوري غادي يتم توزيع التلاميذ على افواج ما كتعداش 20، وتحضير جداول الحصص بالنسبه للاساتذه بالنسبه للتلاميذ، والشروع انا ذاك في استقبال التلاميذ ابتداء من 7 شو تنبير، لكي يتم ذلك الاتصال المباشر ما بين التلاميذ وما بين الاساتذه ديالهم والاقسام ديالهم الزملاء ديالهم، يكون ذاك الاتصال المباشر والحديث غيتم الحديث على المقررات وعلى انماط التعليم في حاله حسب تطور الوضعيات الوبائيه، وانا ذاك سوف سيختارون النمط الذي سوف يعتمدونه فيما بعد. إذن الأمل كل أمل أن الأسر تتفهم والتعاون مع المدرسة والتعاون مع النظام التعليمي، لأن هذه قضية ديالنا جميع، قضية التعليم ليست قضية وزارة التربية الوطنية، هي قضية أسر، قضية مواطنين، وعلينا أن نتجند جميعا باش نربحوا هذا الرهان ونوفروا لوليداتنا يعني الفرصة ديال التكوين وديال التعلم في ظروف آمنة، وهذا هو الأساس. لا اولا بالنسبه للاساتذه لم يطلب من اي استاذ القيام بعمليه التعقيم ابدا. هنا بالنسبه لنا رؤساء المؤسسات عندهم الاطر ديالهم والاعوان ديالهم والشركاء ديالهم، وعندهم الاليات باش يوفروا كل الوسائل، سواء تعلق الامر بالمواد التعقيم او بالجيل ولا بالصابون ولا بشي حاجه اخرى. أعطيت الصلاحية الكاملة للسادة رؤساء المؤسسات لكي يقتنوا هذه المواد ولهم إمكانية ديال الحصول على ذلك. فيما يتعلق بالتعقيم هما غادي يدبروا هذا الشيء على المستوى المحلي، لكن الأستاذ مطلوب منه يقوم بالدور ديالو التربوي البيداغوجي، وإلا نجحنا على هذا المستوى ما طلبناش منه شي حاجة واحدة أخرى. بالنسبة للكمامات الأطفال اللي هما تقلوا أعمارهم عن 11 سنة، هذه توصية ديال منظمة الصحة العالمية، لكن حنا تناخذوا توصية ديال الخبراء، قل من 11 عام غير مطالبين بارتداء الكمامات داخل الفضاءات المدرسيه، اكثر ملزمين بذلك. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.